مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصر اليوم، صباح الخير على حضراتكم. معاكم محمد رمزي مهندس، وتغطية جديدة من داخل محكمة جنايات المنصورة ومن أمام محكمة جنايات المنصورة أثناء وصول ثلاث متهمين قاموا بإنهاء حياة طفل صغير عمره 11 سنة بقرية الشوامي التابعة لمركز بلقاس بمحافظة دهلية. الآن وأثناء وصول المتهمين رجلان وامرأة لمحكمة جنايات المنصورة، طبعا احنا معاكم الآن أثناء وصول المتهمين إلى محكمة جنايات المنصورة لبدء محاكمتهم بالدائرة السابعة. انا على البس انا خلص اقول ده متعرفني عشان عمرو بيه باشا باشا. طبعا مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم، النهاردة بتنظر محكمة جنايات المنصورة الدائرة السابعة، النهاردة الخميس 21 مارس، أولى محاكمات رجلان وامرأة استدرجوا الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف حال ذهابه لأحد الدروس لطلب فدية من والده، ومكث معهم 4 أيام، وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم، اختمرت لديهم فكرة التخلص منه وأحضروا قطع حجرية وربطوها على بطنه بطرف الحبل المكبل به الطفل وألقوه بالمياه حيا. طبعا الغريب في الواقعة دي إن اللي عمل كده واللي نفذ الجريمة هو ابن عم ابوه واللي يعتبر عمه ووالده، والطفل كان بيقول له يا بابا اثناء سفر والده. تعقد الجلسة اليوم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل صفوت راشد ومحي الدين محمد الكناني والمستشار وائل نبيل عطوة وسكرتارية احمد كمال احمد. وطبعا كان قضاء حال المستشار محمد هاشم المحامي العام لنيابات شمال الدهلية الكلية، المتهمين بقتل الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد للمحاكمة الجنائية العاجلة أمام محكمة الجنايات، وذلك في القضية رقم 11596 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2336 لسنة 2023 كل شمال محافظة الدهلية. وطبعا كان جه في قرار إحالة المتهمين لمحكمة جنايات المنصورة إن النيابة العامة بتتهم كل من علاء محبوس عمره 29 سنة طالب بكلية الحقوق وشهرته علاء المحامي مقيم بعزبة الشوامي مركز الستاموني، وأيضا السيد عمره 50 سنة ده جار الطفل مقيم بقرية الشوامي مركز الستاموني، ورنا محبوسة عمرها 37 سنة ربة منزل زوجة السيد عرفي مقيمة بعزبة الزيني مركز بلقاس، لأنهم في يوم 28/10/2023 حتى يوم 4/11/2023 بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية، المتهمان الأول والثاني قتل المجنى عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد يوسف عمدا مع سبق الإصرار والترصد بأن اتفقت إرادتهم ورسم مخططا إجراميا لخطف المجني عليه واحتجازه في حانوت منزل المتهم الثاني
وخشيه افتضاح امرهما عقد العزم وبيت النيه على ازهاق روحه، واعدوا لهذا الغرض ادوات حجر اسمنتي وحبل وشد وساقه وكمامه فاهو، واقتدى عنوه داخل سياره شقيق المتهم الثاني الى مكان مصرعه، وشد وثاقه بحجر اسمنتي والقياه في مجرى مائي حيا، قاصدين من ذلك ازهاق روحه، فحدثت وفاته على النحو المبين بتقرير الصفه التشريحيه. وطبعا تقدمت تلك الجنايه واقترنت بها جنايه اخرى، وهي انهما في ذات الزمان والمكان آنف البيان خططا المتهمان ومتهمة ثالثة زوجة أحدهم بالتحايل والإكراه المجنى عليه الطفل يوسف أحمد فتحي أبو زيد بأن استدرجوه إلى حانوت منزلهم بزعم من المتهم الأول لمساعدته في رفع بعض الأغراض، وما إن ظفروا به وأخفوه عن أعين المارة كمموا فاهو منعا للاستغاثة، وتمكنوا من شل حركته واعطوه عقاقير مهدئة للتأثير على وعيه وإدراكه، وتمكنوا بذلك من إدمان مخططهم الإجرامي ونالوا مقربهم على النحو المبين بالتحقيقات، كما حذى وأحرز حجر أسمنتي حبل وحبل مما يستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني. طبعا الجريمة اللي قدامنا دي اتكشفت بعد 4 شهور، يعني تقرير الطب الشرعي كان طلع وقال ان الطفل ده توفي بسفيكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية، لان الطفل ده قبلها بكام يوم كان بيقول ان انا اللي بيموت غريق بيبقى شهيد، وان انا لو ما جيتش يوم الحد لاصحابه بيقول لهم انا لو ما جيتش يوم الحد هبقى انا كده مت. طبعا دي كلها كانت اخر مشاهدات واخر رصد للطفل الصغير قبل وفاته، ومن هنا قيدت القضية غرق. ولكن بعد 4 شهور احد المتهمين بيتحدث الى احد اصدقائه عن الواقعة وبيشرح الواقعة، فوصلت معلومات لمباحث مركز بالقاس أثناء تشكيل فريق البحث اللي كان بيدور على أجزاء طالب الدقهلية اللي قتل على يد مدرس الفيزياء، وفي ذلك الأسبوع تم القبض على الرجل وزوجته جيران الطفل المجنى عليه، ولما واجهوهم باللي اتقال والتفاصيل الكاملة حوالين الواقع اللي وصلت رئيس المباحث في الوقت ده انهارهم واعترفهم بالتفاصيل كاملة، ان هم استدرجوا الطفل بحجة ان هو يشيل كرتونة مع عمه علاء في الوقت ده. الطفل حب يساعد عمه علاء لانه هو عمه وابوه، اول ما دخل البيت ربطوه شدوا على بقه بلاستر سابوه في البيت 4 ايام زي ما والده قال والدته قالت، بدون اكل وبدون مية وبدون شرب، يعني كان قصة تعذيب على اساس ان هم والده شغال في الكويت وان هم يطلبوا منه فدية وان هو يقدر يدفع وهيعرض الى اخره. لما وصل الخبر لوالده والده نزل البلد كان اول واحد بيدور مع عمه علاء، اول واحد غسل الطفل داخل المشرحة هو عمه علاء المحامي، وبعد كده يكتشف الاب ان وراء الجريمة هو عمه علاء بالاشتراك مع احد اقاربهم وجيرانهم بالمنزل وزوجته العرف. النهارده بتنظر المحكمه هذه الجريمه البشعه اللي بتشهدها مركز ومدينه بلقاس بمحافظه اهليه وتحديدا قريه الشوامي، وطبعا مركز الستموني اللي قتل فيه الطفل، لان ده المكان برضو اللي قتل فيه طالب الدقهلية. طبعا النهاردة بتنظر محاكمة المتهمين أمام الدائرة 7 محكمة جنايات المنصورة. مشاهدينا ومتابعينا في كل مكان، متابعي موقع وتلفزيون المصري اليوم مستمر مع حضراتكم في التغطية، محمد رمزي مؤنس بشكر حضراتكم جدا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.